4 أطفال، فلما بدأت إن أنا أعلمهم ابتديت حاجة اسمها هوم سكولينج، تعليم منزلي، وابتديت أجيب الأدوات والماتيريالز كلها بتاعته. وبعدين اكتشفت إن أطفالي محتاجين يحتكوا بأطفال تانيين. بدأت أعمل ورش حكي وورش تفريغ انفعالي بالفن، ورش عن النجارة وعن العمارة، وورش عن الجغرافيا، ورش عن التاريخ، وورش عن الأحياء. ابتدت الأمهات تطالبني بأن ينضموا، يعني أطفالهم يبتدوا ينضموا لأطفالي، وبالفعل ده حصل. وبمرور الوقت لقيت أن يعني فئة كبيرة من الأمهات اللي حواليا محتاجين أن طفلهم يبقى موجود في مكان بيقدر يتعامل معاه كإنسان قبل ما هو طفل، وإنسان ليه حق وليه طريقة للتعامل وليه تون صوت في الكلام وليه طريقة في الأخذ، هات وخد واعمل وما تعملش بطريقة معينة. فابتديت ان انا انقل الورش دي في اماكن كثيره جدا في مصر ومحافظات كثيره جدا، وابتديت حتى اخليها اونلاين للناس المغتربين. وبعد كده جات لي الفكره في ان انا افتح مكان مؤهل لاستقبال طفل بطبائع مختلفه. المكان هنا مختلف شويه، ليه؟ لان الطفل مش قاعد فيه في مكان واحد، هو مليان حاجة اسمها سنترز. احنا ماشيين هنا بنظام السنترز او الزونز. الطفل هنا بيتحرك طول اليوم، مفيش مكان واحد قاعد فيه باربع حيطان. لا، افتكرت كمان منهج مختلف للعمارة، دمجت بين العلوم وبعضها البعض. فهنا الطفل بيمر على غرفة الدراما والتمثيل، وبعدين بيخرج منها يدخل غرفة العمارة شوية، بيدخل الاتيلي. احنا حتى هنا الارت عموما مش بنستخدم الارت كرافت، يعني فيش حاجه عندنا اسمها كرافت، في حاجه عندنا هنا اكسبريسيف ارت، التعبير الانفعالي يعني، او التعبير بالفن. وده في الطفل بنسيبه على طبيعته، ما بيهمنيش خالص المنتج الاخير قد ما الطفل يكون استمتع بالبروسيس بتاعه الفن وعمل الحاجه بنفسه ومبسوط بيها. المكان هنا فيه مكان للقراءه، لأن القراءة شيء مهم جدا، وهو اللي بيفتح آفاق الطفل وبيساعده ان هو يتعلم حاجات مختلفة كل يوم. في عندنا كمان هنا غرفة للليفت برين ديفلوبمنت، او الجانب يعني ان احنا نطور الجزء الايسر من الفص الايسر من المخ، مخ الطفل بس. ومخ الطفل الايسر ده مش المسؤول بس عن الحساب والرياضة والحاجات دي، لا، مخ الطفل الايسر هو اللي بيعلمه ازاي يفكر تفكير منطقي، ازاي يبقى عنده جزء الفضيله، وازاي يتحكم في انفعالاته، وازاي يتكلم، وازاي يتحرك، وازاي يطلب، وازاي يغضب، ولما يغضب بيعمل ايه. كل الحاجات دي هنا بنعلمها للطفل بطريقه مبتكره. المعلمات اللي هنا بيطوروا دايما من نفسهم، وهم سبب كل طفل جه واستمتع بالمكان وحب الفكر والامهات وراحتهم. الحاجات دي كلها ما كانتش هتكتمل، او المكان ده ما كانش هينجح بشخص واحد بس.